Guys, والله حار. اول يوتيوب فيديو بصوره بعد لما صار شوي مستغربه من حالي وحاسه حالي انه انت مورم كثير. شو رايكم؟ فكره الفيديو هي الغميضه، بتعرفي شو يعني غميضه؟ يعني جايز رح يتخبوا كلهم وانا رح دور عليهم. اعتقد اعتقاداتي وتوقعاتي انه نور ما رح تلاقي ولا واحد. اول واحد رح لاقيه كنتي. وايد يستهينوا بكنتي. كنتي عندك قدرات تخش؟ انا يوم تخش كنتي عندك. خلينا نشوف شو في خش. ما يبين كنتي ما يبين. ها كنتي. لا استنى اوريهم كيف متخبي. جايز هيك ليكو. شوف. خليني اعرفكم بشكل سريع مين موجود بالفيديو. انا عرف عن حالك. حسام. مشهور صح؟ مشهور؟ لا مش مشهور. مش كثير مشهور بس يسوي عمليات حقه. بيسان. كندي. واحد اثنين. اذا حصلتني سموني حصلتني. ثلاثة أربعة حبايبي. شوفوا نور، شوفوا الخر نور خبته. ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 14 15 16. ما حدا قاعد يشوف. 17. ما حدا هني 18. ما بدي غش حرام. ما في احد 19. ما حدا نخش هني. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 حبلش اطلع. يا زلمة انا غشاش. انت غشاش. لا اوكي جايز انا بترد داخل السياره. لا اوكي جايز انا داخل السياره. تعال انا ساعدك. جايز والله حار. انا ما راح اتكلم، ما راح اغششك. هذا اول مكان حدور فيه لانه قريب مني. ما في حدا اوكي. هون ما لقيت حدا. خلينا نشوف ورا هلا. جيت اتخبى كل مكان اتخبى فيه الاقي واحد فايت. سكتوا. انا تحملت جايز والله.
ما تحبوش جايز يا جماعة والله ما تحملت دور ما اضحك. انت كان فيك تلاقينا هون مستحيل إلا مستحيل بس انت ضحكتي ما حسيت انه في حدا طبعا روح اتخبى منيش دخل فيه طب اوكي حاعطيكم فرصه ثانيه روح اتخبى نو يلا بمزح بس حسام لا لانه لقيتك عن جد روحوا بسرعه يلا 1 2 للعشرة حعد لقيك وين رايح وين في تراب صار كله تراب رح صوتها لبعيد ما عم اسمع صوت شيء لسه ما بظن انه شافتني انا عم اتخبى هون لانه كان قدامه بالضبط اللي خوف ولا اللي يكون هون سمع صرخة خلينا نشوف في هون حدا اوكي جايز حقلكم شيء يعني انا وينكم انتوا هون يس yes. انا لو كنت عم بلعب مش انه اللي عم دور حاتخبى هون سو اكيد في حدا هون يعني اذا ما في حدا هون انا حكون كثير مقهوره في حدا هون مين هذا اللي طالع كمان ما في حدا يلا قوم والله يقول بعد والله اطلع جايز والله شو نو انت ثاني شيء والله ما في حدا هنا يعني شو سويت غشاش والله غشاش اي غشاش انت قشاش انا مو غشاش انت ما تعرف تتخبى انت لو تعرف شو عرفنا بحب اعمل ارهاب قبل ما هيك والله استنى بحب اخوف الشخص قبل ما القته لا انا بخاف فكرت انه بكل طريقه اوكي ما في حدا هون يا والله النور نفسه مجنون يعني وبكل ثقه يا شو رايك؟ لحظة شو تعال شو أنا شفته من هني أنا شفته هني أقول شنو اللي يسوق السيارة؟ شفته ما شفته Oh my god حرام شوف انت تعبان بيموت انقذته بس والله فكره خطيره فكره كثير وين خطيره كرتوني سوق سياره نو حاط الكرتون مغطي حاله انا ما فكرت تركت بفوز بس هذا حيوان هذا لا انا مش خلص ما نو والله ما ساعدني كلهم كذابين يلا اطلع اللي بعده اعطيني فرصه بعطيك كم ثانيه لا حبيبي اطلع انت لازم الجيك انت
كل خاف كل خاف بعمله عشان أفوز، بدي أفوز خاوة. شوفوا وين بني. هيا نشوف هون. كنت تعبي هون كنت. شافتني عن جد ولا حتى؟ لا ما شافتك والله. بيسان ولو؟ بيسان انا اعطيتك فرصة ثانية عشان تتخلي. تعرفي انه كنت هون، بعدين لما صرتي هون بدلت لهون، بعدين رجعت لهون. ما شفتك الا هلا، اطلع يلا. انت رابع وحدة. في واحد هون. رابع وحدة. اطلع اطلع شفتك. بس اللي تطلع شفتك مشان ما سمعتي الصوت؟ لا قاعد تسوي اصوات عن جد؟ ايه ايه اذا سمعت لقطت بنين اهم شيء بنين كل رمل يلا ليكي ليكي ضحينا نشارك في واحد ثاني هون ما في حدا ما في حدا اطلع انت هياتك شفتك اطلع عم لا ما شفتك والله شفتك انت اطلع مين حكالي انت شفتك اطلع مين حكالي مين حكالي اطلع لقيت انس لقيت انس انس خوفني بقى فكرت انه انت وين طلعت؟ انا طلعت من هون شوف عشان تقول لي انت هي كون انزل انزل انس انا في ثانيه طلعتك قلت له اطلع اطلع كذابه والله تعبت لقيته صراحه مضى السياره ما بقى عندي صقر بس نرمس يا جماعه اعتقد انها حصلتهم كلهم الا انا اعتقد اني حصلتهم كلهم الا انا باقي انا ان شاء الله اللي انا اللي بعرف وين صقر انا بعرف والله بعرف وين صقر نور لا تعز بحالك مو هون نور لا تعز بحالك مو هون انا بعرف وينه لا بس بدك تعطيني شوي من الجائزة انا بدي حدا يقول لي ما بدي روح هناك ما بدي حدا يقول لي هاتوني لون اول مكان دورت فيه مش انا مش انا لا ولا لا مو هو برنا صقر صقر او ماي جاد احمد شوف انا شوفوا انس نور انا دش المذبح خلاص حبايب الفيديو كاني داخل عبيت بالدسري انا جريمه سمعتي فوق اخر الدنيا ومتخبي ولا خلق والله يا انس هيا كونة دقيقه هيا انا دخلته المكان اللي دخلته ما حد بس على فكره ما كانت شايفتك ما كانت شايفتك لا بلا بس حسيت انه في حدا صار تقول شفتك 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 لا 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 عملت هيك كان كتفه ايده كانت مبينه لا والله فقلت له انت كتفك نور 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 اسمعي نور نور اسمعوا اسمعوا اسمعي نور انا احتمال اسوي حركه خبيثه تخلي صقر احتمال كبير صقر ما حط تلفون على الصامت ف انا بعرف وينه جايز اتصل بصقر على حساب وما تغشي شيء بس صدق تغش ها حط تليفون رصاص سايلنت ها سايلنت بحاول اقنع اني انا ما زخ لا لا كنت مسك يا لا والله اخذوا تليفوني كنت تعال اتصل عليه اتصل عليه اتصل عليه صقر صقر اطلع صقر صقر عادي خلص خلصنا البحث انت صقر يس يس انا اخر واحد يعني هو اللي فاز ايه انت اللي فزت
تتخبى هون هي عليك اصفيك انت انا بنن انت تتصل على الرقم انا بنن صقر كل الوقت كان هون يس وانا ما شفتك انا سمعت يوم مسكتيه هني ومسكتيه هني ومسكتيه بقول يا رب انت يا رب يا رب اسلك انا بعرف وين صقر لانه تخبينا نحن سوا بس ما غششتيني انا لقيتكم كلكم واحد واحد قلت لك بدي جزء من الجائزه يعني شو يا غشاشة في شيء بلاش الايام والله اكثر واحد رح اكذب على انس واقول له انه اكثر واحد عمل اكثر واحد غامر والفيديو تبعه حلو انا نطيت تسلقت تزلقت بتعرف مين باعك؟ رجع لي صراصير ودول بتعرف مين باعك؟ مين؟ مين قال لي بمكانك؟ بيسان خيانة تعرف ليش؟ لأن بيسان مسكت ما يستوي تمشي تمشي بروح حفلات مشكلة ايه انا روحت لما تكون شغلة جد بيعمل مشكلة لما تكون مزح ما بيعمل نور على اساس بدي اعمل في مقلب واقول له بيسان اللي غششني بتعرف شو صار؟ داخلك داخلك على الخزانات داخل على خزانات اللبنات تقول اه خوفني فكرت كنتي بتخبي فكر انه انت انت مسكت التليفون انه بتعمل هيك تلاقي بيسان متخبي زيك والله اقلك نور 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 يعني هو ما كان بيعرف انت وين؟ هو كان هو ما انا بالسيارة اوكي؟ انا بالسيارة ترى اشوف كل شيء بس مخبي انت متخبى؟ بالسيارة وحط الصندوق عليه انا ما شفته فجأة كنت عارف طلع هو مخبي اقلك مخفي كامل انا قاعد اشوف وكل ما تيجي قريب اقول لا حول ولا قوة الا بالله جايز لانه انا شكله منظر مبين قد ايه تعب فراح يكسب معنا كمان جائزه سو مو الصقر اللي حيكسب جائزة. يستاهل انس يستاهل يستاهل انس لا لا خلاص خلاص انت وانس واحد انت وانس واحد وانس واحد السؤال هو شو هي الجائزه شو هي الجائزه ماكدونالدز نور نور اوكي سو مسكتهم مسكتهم كلهم بس مين اصعب واحد مين اصعب واحد صراحه اصعب واحد ما توقعت انه يكون بهالمكان كدني كندي حاطط كرتون على بطنه بس كان تحدي لان هي قاعده بالبدايه كندي بحصل اول واحد واحد رح لاقيه كندي وايد استهينوا ما حصلت ثالث واحد واسهل واحد لقيته هو حسام حسام يعني متخبي وحاط كيس فوق كيس متخبي مو كيس شفاف حسام بفكر حلو وين سندوتش شاورما مو جايز متخبي مو صحيح وين كنت هاي انا كنت بدي اجي انا اتخبي هذا 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 يعني مكاني عادي عادي على القليلة ضاينتي وضليتي لرقم 6 ما بعرف 7 هو التقط هيك سو لو كنت مكاني كنت التقيتي بسرعة شوف شوف اللي بياخذ مكان غيره متخبية ورا دولاب المي شو اسمه هو دولاب خزان خزان دولاب المي والله العظيم اللغة العربية تبكي بالزاوية والله ما عملت ايش بقول لك هيك اوكي جايز كان الفيديو لليوم بتمنى عشان اعجبكم وحبيتوه مثل ما شفتوا انا حدا كثير شاطر بلقط العالم كثير بسرعه هذا الحكي مفعول المخر الجديد بشم وين المخر الجديد عطاني رؤيه منيحه شم منيح كل شيء صرت اشوف منيح بس يا جماعه انتم بتفكروا الموضوع سهل بس الموضوع كثير بخوف يعني انا قلبي بدق لما اشوف نور كنت احلى شيء جايز بتعرف مين اللي خايف اكثر واحد كدني كدني شوف كدني كدني شوف الدوتش اللي اتمنى عجبكم هذا الفيديو حبيتوه بليز جايز اذا حبيتوه لا تنسوا شو لايك سبسكرايب لازم نوصل مليون لايك وعلى فكره جايز حاطين حسابات الكل بصندوق الوصف شوفوا حساباتهم اشتركوا بالقناه اذا انتم مش مشتركين حطوا لايك 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 بحبكم بنحبكم